الله هو الديان العادل، صفة من صفات الله. ربما يعني البعض ما يحبهاش ولا مؤاخذة، لكن هي لازم. الله هو الديان العادل، الله هو الديان العادل. كتير من الناس يقول كويس انك انت بتكلمنا عن محبة الله، عن الله الغفور، عن الله الحنين، الله العطوف، الله المعين، الله المخلص، كل دي صفات جميلة. لكن كلمة الديان صعبة، صعبة لكن صفة ما نقدرش نتجاهلها. أبونا إبراهيم وهو بيكلم ربنا في مسألة سادوم وحرقها قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ ديان الأرض كلها صفة من صفات الله. والإنجيل يحدثنا عن مجيء السيد المسيح ليجازي كل واحد حسب أعماله. كتير الآيات اللي على كده كتير جدا جدا. في متى 16:27 يأتي في مجده ليجازي كل واحد حسب عمله. في متى 25:31 يأتي ابن الإنسان في مجده والملائكة القديسين معه ويفصل ناس على اليمين وناس على الشمال، ويقول للذين علمينه تعالوا يا مبارك أبي رسوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، ويقول على الشمال انهم يذهبوا الى البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. ديان، وصفة الديان مش بس لوحديها، ده ديان وعادل. يعني لو كان ديان بس يمكن تخوفكم، لكن ديان وعادل. تقولي عجبنا كلمة الله رحيم، نقولك صفة الله رحيم ليست وحدها، هو رحيم وعادل. هو رحيم في عدله وهو عادل في رحمته، الاثنين ما بينفصلوش. ولو كان ربنا مش عادل يبقى يتساوى الأبرار والأشرار في المصير، وليس هذا عدلا. إذن لابد أن يختلف البار عن الأثيم، الظاهر عن الشرير، الذي يعمل حسنا والذي يعمل سيئا، يجازي كل واحد بحسب عمله. علشان كده الكنيسة بتعلمنا في صلاة نصف الليل وفي صلاة النوم ان احنا نقول صلوات تتعلق بدينونة الله. نقول هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل، مرعوب ومرتعب من اجل كثرة ذنوبي، لان العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل. الانسان الحكيم يفكر باستمرار في ابديته. الانسان الحكيم يفكر باستمرار في ابديته، يفكر في اليوم الذي يقف فيه امام الله. وامام الله ايه؟ الله الفاحص القلوب والكلى، الله اللي يقرأ الأفكار، الله اللي يعلم النيات،
الله الذي يرى الخفيات والظاهرات، الله الذي لا يخفى عليه شيء. هتقف امام الله ده؟ هو اذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل؟ في صلاة الستار يقول تفتح الاسرار وتكشف الاعمال، تفتح الاسرار وتكشف الاعمال وتعرف الافكار والنيات. تقف امام الله اللي عارف كل حاجه، فكيف تقف امامه؟ هناك اشخاص يبحثون عن الراحه النفسيه وليس الراحه الروحيه. الراحه النفسيه عايز نفسيته تستريح اي طريق. يقول لك تجيب لنا ليه سيره الدينونه وسيره الحساب وسيره الموت؟ بلاش عجننا، كلمنا في حاجه كويسه كده. لا، نحن لا نريد ان نقدم لكم مخدرات ومهدئات ومسكنات. ما نخدركوش عن مصيركم، لازم كل واحد يعرف مصيره. الانسان الحكيم مش بس يعرف انه يقف امام الله الديان العادل في يوم الدينونة العظيم، انما يعرف انه يقف امام الديان العادل في كل يوم وفي كل لحظة. عشان كده جميل جدا قول الدنيا النبي لما قال حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. واقف امامه هو عايش على الارض، مش واقف امامه في يوم الدينونة. حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. ويوسف الصديق قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ يخطئ الى الله مين الذي هو واقف امامه؟ لازم تعرف انك في كل شيء وفي كل لحظة واقف امام الله. غير ان البعض يخجل من الله والبعض لا يخجل. في واحد عايز يقف امام الله الذي وصف في مزمور 103 قالوا عنه ايه؟ لم يصنع معنا حتى خطايانا ولم يكافئنا حتى خطايانا، لانه مثل ارتفاع السماوات على الارض قويت رحمته على هذه، كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معاصيه. هو صحيح انت بتقف امام الله ده، لكن امتى كبعد المشرق عن المغرب يبعد عنك معاصيك؟ لما تتوب. تقول ازاي؟ الله العادل او الله الرحيم يعني يفتكر لنا خطايانا في يوم الدينونة. هو هيفتكر لك خطاياك اللي انت ما تبتش عنها، هيفتكر لك خطاياك اللي ما تبتش عنها. لكن الخطايا اللي بتوب عنها يقول لك لا اعود اذكرها امحوها، يغسلك فتبيض اكثر من الثلج. لا تحاسب عليك دية اللي تبت عنه، لكن اللي ما تبتش اعدالك. الله الديان العادل يدين كل فكر وكل الحواس
وكل المشاعر وكل ما في القلب والعمل وخطايا الجسد وخطايا النفس والروح والخطايا الخفية والظاهرة والخطايا اللي فعلتها بإرادتك وبغير إرادتك. لا تهرب من دينونة الله، مش هتقدر تهرب من دينونة الله. تحاول تبعدها عن فكرك لكن مش هتهرب منها. ما هو آدم اتخبى ورا الشجر، لكن هل دي أخفت خطيته وخطية أعداله حتى لو استخبى؟ الحاجة الوحيدة انك تتوب عليه. اذا كنت خايف من دينونة الله العادلة، حاسب نفسك قبل ما ربنا يحاسبك، تدين نفسك قبل ما ربنا يدينك. كلمة جميلة قالها القديس مقرس الكبير، قال احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. خليك ديان لنفسك. لانك في وقت دلوقتي ممكن تنال فيه المغفرة، لكن اذا تركت العالم ما فيش مغفرة بعد الموت، انتهى. لا تغطي خطاياك بحديثك عن محبة الله، انما غطي خطاياك بالتوبة. غطي خطاياك بالتوبة. خلي بالك من الآية التي تقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، في لوقا 13 آية 3 وآية 5. مرتين يقول العبارة دي في الصحة، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. في حكاية أظن البعض منكم يمكن سمعها مني، لكن ما فيش مانع نقولها تاني. فاكر زمان كنت أسقف جديد في آخر سنة 62 أو أوائل 63، في أخ كان عيان ورحت أزوره في المستشفى. فاكر كان في مستشفى هليوبوليس اللي في مصر الجديدة، وزرت الاخ وانا خارج من زيارته ندهولي ازور مريض اخر. وانا دايما عندي عادة لما اروح مستشفى ابقى ملك لجميع المرضى، اي واحد يقول لي تعالى اروح. لقيت الاخ المريض ده بطنه عالية كبيرة، هو راجل بطنه عالية كبيرة كده زي بطن امرأة حبلة، فعرفت ان عنده مرض في الكبد ومية في جسمه، تليف في الكبد، وده مرض تقريبا ما كانش ليه علاج في تلك الايام وربما لغاية دلوقتي برضه. فيعني الراجل ايامه معدودة ومحسوبة وهيموت. عيلته بقى عايزين يفرفشوه. يفرفشوه ازاي؟ جايبين له راديو، جايبين له تلفزيون، جايبين له مجلة حواء، جايبين له مجليات من نفس النوع، بيريحوا نفسيته. بيريحوا نفسيته لكن ما بيخلوهوش يفكر في ابديته. راحة للنفس وليس راحة للروح. راحة للنفس وليس راحة للروح. بيخدروه عن المرض اللي هو فيه، ما يفكرش في مرضه وما يفكرش في أبديته، يفكر في حواء وفي التلفزيون وفي
عواقب يا ابني. انت تفكر في ابديتك. كتير من الناس بالشكل ده. كتير من الناس بالشكل ده. بعض من الناس يكون عنده مرض سرطان خطير وممكن يموت فيه. يحاولوا يخففوا عن نفسيته وانه هيروح وكله. لكن الاستعداد للأبدية مش موجود. الأطباء في الخارج في منتهى الصراحة يكلموه كده على المكشوف. ممكن يقولوا أي كلمة برضو للشفاء في إيد ربنا، برضو ربنا قادر، لكن المرض خطير وحالته كذا 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 كذا. زي ما بيعمل الناس من ناحية المرض الجسدي وما يخلوش الإنسان يفكر في أبديته، بيعملوا كده برضو من الناحية الروحية. ربنا حنين وطيب. أنا يا ما كلمتكم عن ربنا حنين وطيب، يعني ما تتضايقوش من المحاضرة دي، لأن يا ما كلمتكم عن الله الحنين والطيب. بل ربما محاضرات اللي فاتت على طول كان على كده، الله الرؤوف المتحنن، اللي حاجات زي كده، الله المحب. الله رؤوف وحنين، ولكن ايضا الله قدوس. الله قدوس، ما ناخدش صفة واحدة من ربنا ونترك باقي الصفات. هو رؤوف ومحب وحنين ورحيم وغفور، كل ده صح، لكن هو ايضا قدوس وهو ايضا عادل. نهرب من دول فين؟ يقول لك ايه؟ ولا يهمك، الله غسل خطايانا بدمه الكريم، مغسولين بالدم الكريم، غسلنا من خطايانا، كله صح. لكن غسلنا من انهي خطايا؟ غسلنا من خطايانا اللي تبنى عنها. غسلنا من خطايانا اللي تبنى عنها. انت فكركم ربنا لما يدخل الملكوت هيدخل برضو النجاسة والدنس وكل ده؟ ده الرسول بيقول لا تضلوا، لا زنا ولا عبد الأصنام ولا شدامون ولا فاسقون ولا قد ولا 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 ولا، كل دول يرثون ملكوت الله. مش ممكن. أورشليم السمائية لا يدخلها شيء نجس ولا دنس. تقول طيب ما خطية النجاسة دي، الحاجات الصعبة احنا بعاد عنها؟ اقول له لا يا حبيبي، انت فكرك يعني ايه نجاسة؟ بس خطية الزنا؟ لا أبدا. ده السيد المسيح بيقول ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل كل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. يعني خطية الكذب نجاسة، وخطية الشتيمة نجاسة، وخطية أي خطايا من اللسان. ده بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق النار جهنم. هي الشتيمة مش نجاسة؟ يبقى الواحد لازم ياخد باله شوية بقى من نفسه. لازم يفكر في نقاوة القلب ونقاوة الفكر ونقاوة اللسان، ويبعد. ولا بد ان تكون عنده مخافة الله. محبة الله موجودة صحيح، لكن لازم تكون عنده مخافة الله. بمخافة الله يحترس في حياته، يكون حريص ومدقق
ولما يبقى حريص ومدقق يسلك في الوصايا، ولما يسلك في الوصايا يحبها، ولما يحبها ويحب الخير ويحب الله يبقى وصل. لكن لازم اذا كنت خايف من الدينونة العتيدة ان تكون، لا تقسم الخطايا الى خطايا كبيرة وصغيرة، كل خطايا. واجرة الخطية موت. ده بيقول ان احنا في السماء نبقى كملائكة الله في السماء، كملائكة الله في السماء موجودة في مادة 22، كملائكة الله في السماء. طب ملائكة الله في السماء يكون فيهم نجاسة ولا يكون فيهم خطية؟ مش ممكن. خليك كملائكة الله على الأرض تبقى كملائكة الله في السماء. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. ثم دم تقف أمام الديان العادل استعد. في واحدة مخطوبة أو هتتخطب أو هتشوف الخطيب أو العريس، إليها تتزوق وتتوضب وتبقى في آخر في أحسن مظهر ممكن. طب لما نيجي نقابل العريس السماوي لازم نكون بيقول ان انا ابصرت الناس في سفر الرؤيا في ثياب بيض، في ثياب بيض في النقاوة في الطهارة، تقف امام الله تقول اتوب قبل ما اموت. طب وانت ضامن تموت امتى؟ ده ضمت موت انت، ده حكاية مش في ايدك. كمان لو استنيت لغاية لما تموت، يعني معناها تقول عندي الحرية ان اخون الله الى ان اموت، عندي الحرية ان انا احزن الروح القدس الى ان اموت. طب لو جالك الموت، لو جالك الموت وانت في حالة مرض شديد، لا عارف تتكلم ولا عارف تعبر عن نفسك ولا عارف تتوب ولا عارف تعترف، انت طمن. ثم يعني مسألة توبة فقط. لا مش مجرد توبة، التوبة هي الناحية السلبية انك تترك الخطية. طب والناحية الايجابية انك تفعل البر، موجودة فين؟ طب اقول لك آية من آياتي بيقول ايه؟ من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل، فتلك خطية. ده اللي يعرف يعمل حاجة كويسة وما يعملش تبقى دي خطية. له يبقى الخطية ليست فقط في السلبيات، انما ايضا عدم عمل الخير هو خطية. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية. بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب، يصرخ هو أيضا ولا يستجاب. ثم ما معنى الخطايا؟ تقول انا اخطي واتوب وتغفر لي.
انت عارف يعني ايه تتوب وتغفر ليك؟ نتكلم بصراحة، عارف يعني ايه تتوب وتغفر ليك؟ المغفرة معناها نقل الخطية من حسابك الى حساب المسيح، تاخد خطاياك وتحطها على رأس المسيح ويحملها بدلا عنك. هي دي المغفرة، هي دي المغفرة، نقل الخطايا من حسابك لحساب المسيح. يعني انت كأنك بتقول استنى احمل المسيح خطاياي وضعفاتي ونجازاتي وبعدين لما نشوف لها حاجة. فكرك لما القسيس بيقرا لك التحليل يعني يقول لك روح مغفورة ليك خطاياك، معناها حولنا خطاياك لحساب المسيح والمسيح محقق قدامه. وده اللي موجود في سفر اشعياء النبي، آية مشهورة كلكم تحفظوها، 53:6: كلنا كغنم ضللنا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا، والرب وضع عليه اسم جميعنا، خطايانا حملها. هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. يعني كأنك تقول له اسمع يا رب انا بتحدد ايه، هزود عليك شوية خطايا، هزود عليك شوية نجاسات، هحملك اللي بعمله النهاردة واللي هعمله بكرة، لو دي محبة ايه. وبعدين تقول الله احبنا وبذل دمه عنا، طب يعني لما هو بيحبك ويبذل دمه عنك قم تقول له خد كمان شوية امحوهم بدمك، خد كمان شوية تاني ولسه. لا يا حبيبي، دي مش محبة، دي مش المحبة اللي تطرح الخوف الى خارج، مش هي دي المحبة. حاول انك انت تفكر في يوم الدينونة الذي تقف فيه عريانا ومكشوفا أمام الله. ده الناس أهل العالم اللي عايشين معانا على الأرض لو عرفوا عننا خطية واحدة تبقى فضيحة، لا نخلو من ألسنتهم ولا من انتقادهم ولا من فقدان ثقتهم ولا من تعييرهم على خطية واحدة. أمال لما نقف أمام الله بجميع الخطايا اللي عملناها من كل يوم من صغرنا لكبرنا، الخطايا الخفية والظاهرة، افتكر كلمة وردت في رسائل السيد المسيح للكنائس السبع التي في آسيا اللي موجودة في سفر الرؤيا في إصحاح 2:3. أرسل رسائل لسبعة من الكنائس، في كل رسالة عبارة أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك، مع الناس ما بتداري وبتخبي ومحدش دريان، لكن قصاد ربنا اللي بيقول لك انا عارف اعمالك تقول له ايه؟ انا عارف اعمالك الكويس والوحش. عشان كده بنقول هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعد من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لذلك توبي يا نفسي، توبي يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة،
كويس انك تقول لنفسك توب يا نفسي. ساعات قبل اعتراف يقول لك توب، ساعات اصحابك يقولوا لك توب، ساعات الوعاظ يقولوا لك توب، لكن كويس انك انت تقول لنفسك توب يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة. ما تتضايقش من اللي يكلمك بصراحة ويكلمك عن الدينونة. المثل بيقول اللي بيبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك. توب يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح. طب والتوبة وخلاص؟ ده داود النبي لما تاب قضى بقية حياته يبكي على خطاياه. وقال صارت في دموعي طعاما أو شرابا نهارا وليلا، وقال بللت فراشي بالدموع، بدموعي أبل فراشي. طب هل أنت لما تبكي بكيت على خطاياك؟ الغرابة البعض يقول لك لا نبكي على خطايانا ليه؟ ما خطايانا حملها المسيح. يبقى أنت بتفكر في نفسك وما بتفكرش في المسيح اللي حمل كل هذه النجاسات والخطايا، اللي أنت سببت له الآلام والتعب. بتفكر في نفسك؟ ما تفكرش ليه في المسيح؟ تقول له أنا يا رب ازاي انا يا رب انساك، ازاي احملك نجاساتي، ازاي ادق المسامير في ايديك، ازاي احط الشوك فوق راسك، ازاي احط قطرات في الكأس التي تشربها، انا مكسوف منك. لازم تقول كده. لكن خلاص غسل خطايانا. طب غسل خطاياك ازاي؟ مش بدمه؟ والدم ده مش آلام مش تعب؟ ده انت تقف قصاد قوله سخبوا يدي وقدمي واحصوا كل عظامي. وسهلي ربنا بيقول ارجعوا الي ارجع اليكم. التوبة الحقيقية هي توبة مشاعر، مشاعر زي ما قيل عن بطرس الرسول خرج خارجا وبكى بكاء مرا، بكى بكاء مرا. البكاء على الخطية هو حساسية في القلب، حساسية الابن المحب مش العبد الذي فرح برفع العقوبة عنه. لا، الابن المحب اللي صعبان عليه انه عمل في ابيه كل هذا. قل لنفسك ان لم اتب من اجل نفسي اتوب من اجل الكنيسة، من اجل المجتمع، لأن ربما خطية إنسان واحد تجيب غضب ربنا على الناس كلها. خطية يونان وهو شخص واحد سببت كل التعب للسفينة وكل ركابها. خطية آدم وهو إنسان واحد سببت تعب العالم كله الذي كان في صلب آدم. افتكر ان الخطية سببت التجسد وسببت الصلب والآلام والقبر. خطية واحدة، وممكن اي انسان يخطئ نفس الوضع. قل يا رب لا تغضب على الناس بسببي، لا تغضب على الناس بسببي.
قصة قرية عايز. بعد ما الشعب انتصر في أريحة انهزم أمام عايز. ليه؟ بسبب خطية واحد فقط مع خانك نكرت سببت هزيمة الشعب كله. قال له في وسطك حرام يا يسوع. يا ريت الإنسان يقول له يا رب قبل ما أقف أمام كرسيك المرهوب أحاول أريح نفسي من نفسي، أريح نفسي من ثقل خطاياها، أتوب وأرجع إليك، أتوب وأرجع إليك. لما تتوب تسيب النواحي السلبية وتبتدي في النواحي الإيجابية، في العمل الإيجابي الروحي المنتج البناء. مدام بيجازي كل واحد حسب أعماله، دور على أعمالك، تسيبك من القديم التعبان وتدور على الجديد الكويس وتتغير. يقول لك هو ده كل شيء صار جديد. شوفوا الكتاب بيقول ايه، لا دينون على الذين هم في المسيح يسوع. طب كويس، حاجه بركه فرح. لا دينون على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. طب واليد حسب الجسد؟ السلوك حسب الجسد موت، لكن السلوك حسب الروح حياة. إذا أردت أن تهرب من الدينونة تب واسلك في طريق الله الذي له المجد الدائم إلى ذلك الوقت.